يا قاتل لينا مكفانا تونس تغبية. أهلا وسهلا بكم في صفاقس عاصمة الثقافة العربية للعام 2016. الكلمات المفاتيح لحصتنا اليوم الكتاب والهوية والشباب، والحبل المتين اللي يربط بين هذا الكل هو الفعل الثقافي. صفاقس حبي ويا موطني، لأهلك في الكد أعطوا مثالا، وسورك صرح بناه أبات بنوا أغلب وصنعت رجالا، وفن ليعرب قد جسمته معاقل علم تنمي الخصال، وبانت بأرضك زيتونة مباركة الفرع تلقي الظلال. ولو خيروني لفضلتها على كل ما قد غلا وتعالى. صفاقس مهدي ويا مهجتي، سحرت القلوب ونلت الكمال. الانترنت والمحافظة على التراث والخصوصية الثقافية ما هيش ترف، إنما مهمة صعيبة ومن أصعب المهمات، تقتضي حاجتين في نفس الوقت: حسن التحكم في التكنولوجيا الحديثة وهاجس الهوية. مشاك عمر؟ صحيح، مش سهلة برشا، ما هي صعيبة. وأكبر مثال هو موقع تاريخ صفاقس اللي بديناه من نوفمبر 2010 مع صديقي الدكتور وليد العش. الحكاية بدأت من صفحة على الفيسبوك. أيوة. ولقات ترحاب برشا، لقات تفاعل برشا من الجمهور. بالضبط شنو المادة الثقافية والمادة التراثية اللي حسيت اللي الناس تتفاعل معها وتتجاوب معها، اللي خليك تتقدم وتتطور في الموقع نتاعك؟ خاصة الحاجة هيك القديمة اللي نقدموها، هيك الإرث القديم اللي ما عادش، هيك التقاليد، هيك العادات اللي تنحات، هيك العمال تنقص، اللي عمال تتبدل، وقت كي نخرجوها الناس تتفاعل معها، تقول يا حسرة كيفاش كانت صفاقس، كيفاش كانوا أهلنا ومالينا. فهمت؟ أي. يعني المخزون التراث المادي ولا التراث المادي؟ يعني وقت اللي تحكي على زوز معلم ولا تحكي على عادات وتقاليد زوز وتراث المادي؟ زوز زوز. المدينة، مدينة صفاقس المدينة الأثرية، عمال ديغرادي التالي، والعادات والتقاليد عمال يندثروا. أبسط مثال، كانوا قبل مدة 20 ولا 30 سنة التالي كانوا يسوقوا الأنهج، تو ما عادش. ابسط مثال معناتها. وشنو المراجع نتاعك معناتها؟ كيفاش تخدم، تاخذ كتب تاريخ، تتعامل مع مختصين؟ بالضبط كيفاش المعلومات اللي تحطها الحقيقة؟ لا الحقيقه كتب، مجلدات، مراجع. وفما مواقع الكترونيه، وللاسف مواقع الكترونيه فرنسيه ولا انجليزيه. معناتها ما فماش مواقع عربيه تهتم بالتراث نتاع تونس؟ لا للاسف. للأسف نقعدوا ديما تحت الإنجليز ولا تحت الفرنسيس، مش ناخذوا التاريخ نتاعنا، هما يملكوا تاريخنا أكثر منا احنا. وإلا عندنا الأكاديميين ولا المؤرخين التوانسة، وهو نوع من الأسف زاد كيف كيف عندنا برشا إصدارات ديزون في التاريخ الحديث. في التاريخ القديم ما عندناش برشا. كي تغوص في التاريخ تلقى العراقيل وتلقى الصعوبات. فهمت؟ يعني وهذاك أكبر، كي تغوص في التاريخ تقعد تعيش كأنك في متاهة. حسيت بروحك تقوم بدور، خاصة أنه نعرفه فما فترات أنه التراث ولا التاريخ يتهز ولا يرتبك شوية على خاطر ما فماش كون يهتم به. حسيت اللي عندك دور في الحكاية دي. موجود أكيد بطبيعة الحال، وهذا يتفاعل الحمد لله. لقينا احنا من اللي بدينا الصفحة على الفيسبوك، وبعد عملنا الموقع في 2012، خاصة كعملنا الموقع في 2012 لقينا التفاعل برشا مع الجامعيين والأكاديميين. فما حتى شكون يبعث لنا المقالات، قلنا حط المقالات باش تنشر، خاطر اون فان كونت الجيل الجديد والشباب تو ما عادش يقراوا الكتب. ولا يقرأ. قبل ما نكملوا عمر معك الحديث، خلينا ناخذوا فكره على موقع تاريخ صفاقس، شنو هو فيه وشنو هو الاركان اللي فيه، شنو هو المواضيع اللي يهتم بها، ونرجع نكملوا الحديث. تفضل. موقع تاريخ صفاقس من المحاولات الجادة لتقديم معلومات تراثية وتاريخية تحترم إلى حد كبير خصوصيات المعلومة الإلكترونية.
الاغتضاب حين وجب الاغتضاب والإطناب الذي يستجيب لضرورة الموضوع، إلى جانب التطعيم والإثراء بالصور القديمة والحديثة. يحتوي الموقع إذن على أقسام واضحة سهلة الدخول ومغرية في كثير من الأحيان، خاصة إلى من يتلمس أثار من الماضي وتقاليد الجهة وأعلامها ومعالمها. موقع تاريخ صفاقس فيه تاريخ العائلات والأولياء اللي مدفونين في تربة الجهة. أيضا فيه تعريف المواقع الأثرية وتسليط الضوء على جملة العادات والتقاليد في المواسم والأعياد. موقع أصبح مزار لكل من يحن للتراث المادي وغيره، وزاد متحف لمن يريد اكتشاف ملامح صفاقس القديمة من ريفها لمدينتها، من غابتها إلى شواطئها. عمر، كنا في ناخذ في فكرة على موقع تاريخ صفاقس، ما لاحظتش فيه ركن أو زاوية تهتم بالفن وبالموسيقى كجزء لا يتجزأ من تراث الجهة؟ الفن والموسيقى في جهة صفاقس يعني منتوج كبير كبير برشا، والحقيقة يلزم يتطلب برشا وقت. بدينا شوية في بعض الشخصيات في الطرب ولا في الغناء في صفاقس، أيوة. على غرار سي محمد الجموسي، سي أحمد حمزة، لكن فما برشا مخزون تراث يتطلب برشا وقت، وإن شاء الله في المستقبل تلقاه موجود على الإنترنت إن شاء الله. شكون مثلا اللي تنجم تحطه في الموقع من بين الناس الأول، من بين الوجوه الأولين اللي تنجم تحطهم في الموقع أنت؟ والله كما قلت لك سي أحمد حمزة وسي محمد الجموسي، نجم نحطوا سي الهادي أحمد، عنده أغنية ممتازة جدا نعتبرها شمس الجنوب يا صفاقس الميمونة. عمر، حسيت اللي انت تمثل تقريبا جيل من الشباب اللي في صفاقس حاول او اقتنع عنده الهجز بالهويه، هويه والتاريخ والانتماء هذيا، وحاول انه يروج له. مثلا فما في الانترنت اكتشفت، انا قاعد نبحث، اكتشفت اللي فما انتاج اعلامي وفما حلقات فيديو دارت برشا وتفرجوا فيها برشا عباد من انتاج موقع باب الجبلي. بالضبط، هو الزميل حسام، الزميل المصور حسام بوداية، وهو عمل ممتاز جدا. ناس المدينة، ناس المدينة هي حلقات ناس المدينة، عملها رمضان اللي فات وعملها رمضان اللي قبله. خلنا ناخذ فكرة عليها قبل ما بعد نكمله. البلاد العربية تمثل لي معناتها هذاك هو أصل متاعي، هذاك جذوري، هذاك تاريخي، هذاك تاريخ متاع جدودي، تمثل لي كل شيء البلاد العربية. هاك الرمز الصفاقسي يا صاحبي، هاك الروح الصفاقسية البلاد العربي. أنا ما نروحش نقعد سمعتين ثلاثة أربعة في البلاد العربي، ما نجمش نعدي ناري. هذيك البلاد العربي الروح الصفاقسي. حانوت حانوت يوسف اللومي، وانا المختار بهداد. السيد هذا معي عبد الحميد الخراط، وهذا الطوع الخراط نمشي. مختص زادة كان في قهوة الشوكولاتة، ثمت أول صناعي في قهوة الشوكولاتة بالحليب، بيك الحكك الناس اللي الزمنيين كانت عنده أبويا قهوة يضربوا بها المثل. شدينا الخدمة عام 48 هوني،
معناها تجم تقول عام 50. بديت تجم تقول بديت من عام 70 هكاك. عام 70. الصفاقسي ما يصرفش ياسر. يخدم خدام خدام. ما يكفش. تو انت مش قد تبع فيها هكا. والله يا سلام يمكن ممكن ها لا بك للمرة الألف سيدة نعمل مش عدلين سلسل الحمامي ولا زيت الثقافة كل سلسل الحمامي وزيت الثقافة الحمامي وزيد الثقافة تخيل التحدي إذا كانت هما كرة فتح كان ليك حتى حد كنا ناخذ الضمانات حتى ب 5000 فرنك وقت اللي نخدم أنا و 630000 ما عادش يقوم لا منه ولا منه ولا منه ايش هو؟ تلقى في السوق الزرين ما لقيه ولا حاجة أي إنسان راهو فنان أي إنسان فنان في حياته مش لازم يشد بانسو ولا يشد ريشة ولا هذه فكرة على الانتاج الإعلامي اللي عمله حسام بودية زميل الفوتوغرافي اللي موجود في صفاقس في صفاقس وعنده نفس الهاجس نتاع عمر ذويب انه يحكي على صفاقس برشا ويحكي على الهوية وانتمائه للجهة هذه شنو رايك في الانتاج هذا شنو رايك فيه كمحاولة للترويج هو ما تعديش على عن طريق قنوات تلفزيونية ولا قنوات إذاعية هو حاول فقط يستثمر إمكانياته التقنية ويحطها في الانترنت على موقع اليوتيوب وهو استثمار جيد يعني وصل حسام ولا موقع باب الجبلي احتك بالأنهج واحتك بالعادات والتقاليد واحتك أكثر باللكنة واللهجة الصفاقسية احتك أكثر بالطباخة الموجودين في والمطاعم الموجودين في المدينة العتيقة احتك أكثر بالأزقة وكما قلت لك والعادات والتقاليد خليت الناس كأنها هي تمشي في هي تتفرج على الفيديو كأنها هي قاعدة تمشي في حاليا في المدينة مرة أخرى رجعني المهمة ماهيش سهلة أنك تتحكم في التكنولوجيا ومرة أخرى يكون بالضبط. عندك هاجس الانتماء وهاجس المحافظة على التراث وعلى الخصوصية الثقافية عمر شكرا جزيلا لك بارك الله فيك عمر شكرا الصحة وبون كوراج ربي يوفقك شكرا كانت هذه فكرة على بعض إنتاجات وبعض المبدعين من جهة صفاقس اللي حاولوا يستثمروا ما يعرفونه وإمكانياتهم ومعارفهم التقنية في التكنولوجيا الحديثة للاتصال والتواصل للترويج لمدينتهم للترويج لهويتهم للترويج للمخزون التراثي المادي ولا مادي لجهة صفاقس صيانة التراث والذاكرة الجماعية في صفاقس تتعدى ضرورة من البلاد العربي للنهج متاعها وعديد المواقع اللي فيها كانت شاهدة على فترات متاع ازدهار كانت شاهدة على هوية وعلى حضارة حبينا اليوم نقفوا بحذا زاوية سيد علي النوري
العالم والمصلح اللي عاش في صفاقس وهو ولد صفاقس وكان عنده إشعاع على تونس كاملة. من الموقع هذايا نحاولوا نتلمسوا بعض التدخلات أو بعض المواقع اللي تحتاج تدخل المعهد الوطني للتراث من حيث الصيانة والتعهد. حبينا اليوم نستضيفه سي عمار عثمان. أهلا سي عمار عثمان، شنو أحوالك؟ سي عمار متفقد جهوي للتراث بالساحل الجنوبي صفاقس قابس مدنين تطاوين. سي عمار، التدخل اللي صار هوني في النهج هذايا بالذات نهج سيدي خليل والسباط اللي فيه بالضبط شنو اللي صار؟ هو السباط هذا اسمه سباط سيدي علي النوري باعتبار انه محاذي لزاويه سيدي علي النوري. تدخل كان بمبادره من مواطنين بارك الله فيهم، نحب نشكرهم برشا، وهذه بادره طيبه، وارجو انه المواطنين يزيدوا يساهموا في عمليه ترميم وصيانه العديد من السباطات والعديد من المعالم التاريخيه المتواجده بالمدينه. ونحن نعرف المدينه تزخر بعديد المعالم، فيها حوالي 100 معلم ديني، وبالتالي هذا يساهم في المحافظه على هذه المدينه. لكن يعني هذه الصيانه وهذا الترميم يكون تحت اشراف التفقديه الجهويه للتراث بالساحل الجنوبي. قاموا بعض المواطنين مشكورين جدا بهذه المبادره، والاشغال هي في الحقيقه ليست باشغال كبيره جدا، هي فقط اعاده الميلات. هذا اعاده الميلات باعتبار انه الميلات اصبح معناها مترديا سيئا، والصباط تعرض ايضا الى حريق في فترة سابقة، فكغيرين على المدينة العتيقة قاموا بهذه المساعدة، ونحن نرحب بمثل هذه المساعدات، وتساعدنا أيضا حتى في تسجيل صفاقس في التراث العالمي باعتبار أن اتفاقية اليونسكو تؤكد على مساهمة المواطنين في المحافظة على تراث مدينتهم. فريد مقني واحد من أصحاب المبادرة هذه، مبادرة الاهتمام بزاوية سيدي علي النوري وبالنهج المحاذي والصباط اللي بحذاه. سي فريد، كيفاش جاتك الفكرة أنك تهتم بالنهج هذايا وتهتم بالزاوية بزاوية سيدي علي النوري تحديدا؟ علاش فكرت فيها؟ في الحقيقة صفاقس تكتنز تراث عريق ومتنوع، والمجتمع المدني والمؤسسات مثل معهد التراث يعطي حظوة لصفاقس، وإحنا كمواطنين وكناس نحرص على التراث متاعنا. إذن هي حركة بدأت منذ مدة. في الحقيقة سيدي علي النوري هنا في مكان هام جدا، هو يوجد بين 4 سبطات، وهذه الساحة اللي في 4 سبطات هي نادرة مش موجودة في بقايا أخرى. وسيدي علي النوري هو اليوم في حالة تستوجب منا الناس كل باش نقفوا لتراثنا، والجامع هذا ماذا بينا يتصلح، لأنه كنز من كنوز صفاقس وتونس، لأن سيدي علي النوري هو رجل علم، وصفاقس عنده نتائج في البكالوريا. أنا علاش اهتميت بسيدي علي النوري؟ مش من الجامع فقط، وإنما من ضريحه، مشيت تطوعا نظفت له الضريح نتاعو يوم بعد خروج نتائج البكالوريا في سنة 2015. وسيدي علي النوري هو رجل علم، وتونس تكبر رجال العلم. من نهج سيدي علي النوري مش نحاول نتعرفوا على هالشخصية التاريخية اللي عندها بعد جهوي ووطني، وأيضا دور كبير برشا في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمنطقة تونس أو شمال إفريقيا. ولد الشيخ علي النوري سنة 1053 هجري، أي ما يقابل 1643، توفي سنة 1118، يعني هذه الهجري الذي يوافق 1706. أول شيء قام به علي النوري هو الإصلاح التعليمي، تأسيس الزاوية التي كانت في الأصل مسكن والده
كانت قلعة من قلاع العلم في ذلك الوقت. وفضلا عن ذلك يعني جعل التعليم مجانيا، يعني مجانية التعليم، بحيث تزايد الطلبة من كامل أنحاء البلاد الإسلامية. الإصلاح السياسي بأنه قام كانت إذن له مصادمات أولا سياسية لاتجاهه الإصلاحي، فهمتي؟ وثانيا أنه كان رائد جهادي، حيث أن الفرسان مالطا كانوا يغيرون على السواحل التونسية وخاصة البلاد مدينة صفاقس، فهمتني؟ وكانوا يأسرون بعض الذين يجدون على الشط، فهمتني؟ ويفتكون أموالهم ويعني يقتلون بعضهم، فهمتني؟ لذلك قام الشيخ علي النوري بحث الناس، حث الأهل صفاقس خاصة، وصدر يعني فتوى بأن كل طفل أو كل رجل يعني مطالب بهذا الجهاد، وله أن يعصي والديه، لأن في ذلك هو فرض عين وليس فرض كفاية. معناتها الدفاع عن العرض والأرض. والأرض بالضبط. ولكن ليس لصفاقس، بل عندما تخرج السفن، يعني أسس سفنا كثيرة بمال خاص، وكانت هذه السفن تغير هي أيضا يعني لرد الهجومات المالطية. فمن أعلى الشمال إلى أقصى الجنوب حث الجمهور الطلبة وغيرهم إذن على أن يكونوا مثالا له في كل شيء، في الجهاد، في أن العمل، وفي أيضا العلم. تقريبا عنده ما يزيد عن 15 كتاب، فهمتني؟ عنده في الفقه والفرائض مقدمة في الفقه، فهمتني؟ عنده في التوحيد، عنده مقدمة في علم الكلام. ألفتش عليه كتب؟ لم تؤلف عليه كتابا واحدا عدا ما ألفته أنا. كيف ما كنتوا تسمعوا، السيد علي النوري لم يحظى إلا بنشريتين فقط في صفاقس، زوز كتب أكهو تكتبوا على السيد علي النوري صفاقسي رغم الدور الكبير اللي كان عنده. احنا في سياق تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية لهذا العام حابين نشوفوا ما كانت الكتاب في هذه التظاهرة، وجينا قرب مقر هيئة عاصمة الثقافة العربية، وحابين نضيفه سي رضا بسباس اللي هو عنده ملف نشر الكتب. اهلا سي رضا. اسلام، شنو احوالك؟ اهلا وسهلا بك سي قيس. قبل كل شيء خلينا نتعرف على سيفتك ودورك في اللجنه التنفيذيه لعاصمه الثقافه العربيه. رضا بسباس عضو اللجنه التنفيذيه، مكلف بالنشر يعني بالكتب. ايوه. والتنسيق بين اللجان الاستشاريه. مثلا كيقول لك انا سيدي علي النوري صفاقسي. سيدي علي النوري في التراث والتاريخ، يعني عنده ثم كتاب قائم الذات يخص سيدي علي النوري في ما سينشر، فيما سينشر من الكتب. على مستوى التظاهرة احنا عندنا تحدي اللي هو 100 كتاب حسب ما فهمت. نعم، هو 100 كتاب الى الحد الان وصلنا ل 60. 60 جاهزة للنشر نهائيا، يعني تم تحكيمها، تمت مراجعتها، تم اصلاحها في مستوى اللجان الجهوية. نحن في انتظار ما تعهد به السيد وزير الثقافة وزير الشؤون الثقافية من أنه يعني له ثقة في التحكيم الجهوي، وأنه بما إن تصدر له هذه الـ60 كتاب معنى توافى بها وزارة الثقافة إلا و يعني يقوم بعملية صب الأموال اللازمة أو نصف الأموال اللازمة لطبع 60 كتاب، ونحن في انتظار هذا الأمر. ما شنو أخبار المكتبة الرقمية؟ المكتبة الرقمية هو في الحقيقة
وقع فيها نوع من الجدل الكبير، هل نحن في حاجة إليها، في حاجة إلى ما هو أقل ما هو أكثر، الأموال المرصودة كثيرة قليلة إلى آخره. لكن يبدو أن المسألة المجتمع المدني ومثقفي صفاقس يذهبون إلى ضرورة المكتبة الرقمية كما رصدت أولا. خلينا نتعرف عليها قبل في هذا النموذج نتاعها اللي طلعنا عليه قبل انطلاق التظاهرة وقبل انطلاق الرسم للتظاهرة، خلينا نشوفوه. يعني ننتظر من المكتبة الرقمية هذه أن تكون تعاضد رصيد الكتب ورصيد المكتبات العمومية اللي موجودة. نعم نعم، هو شوف كلمة مكتبة رقمية ربما اختصار ل معناها قاعة أو قاعة مكتبة رقمية متعددة الاختصاصات، لأن ما فيهاش كان المكتبة الرقمية، فيها مكتبة رقمية، فيها مسرح جيب، فيها جملة من التجهيزات الثقافية الأخرى اللي مدينة جامعية وثقافية وعاصمة كما مدينة صفاقس في حاجة أكيدة إليها. تقول لي ما هو معناها الأموال المرصودة لها كثيرة والدولة تعيش في صعوبات، نقول لك تعيش في صعوبات مش كان على الثقافة برك، في كل شيء، وما على الحكومة إلا أن تنظر في الحلول الكفيلة بالارتقاء بالمستوى الثقافي، منها المكتبة الرقمية. لأن كي نقولوا ثم إرهاب في البلاد، ما تحب تقاوم الإرهاب، تقاومه بالثقافة بما يشابه المكتبة الرقمية والمكتبة الورقية والتظاهرات الثقافية. هو في الحقيقة رأوا مكتبة رقمية لا يعني أنها تأتي في مكان المكتبة الجهوية والمكتبات الورقية الأخرى، كل حاجة في قدرها. خلينا نتعرفوا ساعة على رصيد المكتبة العمومية ورصيد الكتب الموجود في جهة صفاقس، ونرجع نوصلوا الحديث على علاقة الكتاب بالهوية. سيدي ذا عشرين مكتبة عمومية توزعوا على جهة صفاقس المدينة وظهير صفاقس في المعتمدية الكل، مجموعة 26 مكتبة عمومية. وطبعا هذه المكتبة العمومية الرئيسية والكبيرة، هذه المكتبة الجهوية وهي تشرف على المكتبات المحلية من حيث توزيع الكتب وتوزيع بعض الأثاث وكذلك بعض المطبوعات كل ما يخص الاشتراكات والإعارة والباستي، العمل اللوجيستي للمكتبة. هذه المكتبة فيها 5494 مشترك إلى حد الساعة هذه. نوعية المشتركين عموما تكون مشتركين متمدرسين في معناها عندهم صلة بالدراسة، سواء كان على دراسة في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الثانوية أو حتى المرحلة الجامعية. رصيد الكتب في المكتبة هذه 62,000 كتاب يتجاوز إلى حدود 62,500 كتاب فيما يقارب، ورصيد في المكتبات العمومية كل هو 447,000 كتاب فما فوق في المكتبات العمومية بجهة صفاقس كاملة. رصيد مكتبة الأطفال لهنا في حدود 16,000 كتاب،
ومتنوعة في جميع اللغات. بون اللغات اللي نعتمدوها في تونس اللي هي الإنجليزية والفرنسية والعربية، وكذلك متنوعة من حيث نوعية الكتب، الكتب العلمية، الكتب الدينية، الكتب التاريخية، الكتب القصة رصيد كبير منه. أثار إدارة المطالعة عن الإهداءات، وهنا في المكتبة مثلا آخر مكتبة قيمة تهديات هي مكتبة الشيخ محمد مختار السلامي، مكتبة قيمة تحتوي على 4850 مجلد، وعلى دراسات، على مطروحات، على نسخ من المخطوطات، على بعض المخطوطات. كذلك نسج على منواله سي خالد النيفر، هدينا مكتبته، هي أقل تعد قرابة 600 كتاب زاد قيمين. وثم اللي معناها ما زلنا معناها كل مرة تلقى شكون يحب يهدي كتب للمكتبة. علاقة الكتاب بالهوية، علاقة الكتاب بالهوية هو معناها محافظ على الهوية، وهو مكرس لها خاصة إذا ما كتب بلغتنا العربية الجميلة. بالنسبة إلى هويتنا العربية نكرسوها بالكتاب، بالمطالعة، بالقراءة بالعربية، مع الانفتاح على اللغات الأخرى التي هي في ذاتها جميلة. كيف كيف شكرا مشكلة العربية جميلة. يعطيك الصحة سيدي رضا، كيف ما عودتنا فايدة درر الحمد لله. ربي الصحة وبارك الله فيك. شكرا. وشكرا على الوقفة الصغيرة بحثك. شكرا. الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق الذي لا يملك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق. هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجود بيانك، وفخم ألفاظك. ومن لك بشيء يجمع الأول والآخر، والناقص والوافي، والشاهد والغائب، والرفيع والوضيع؟ ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك، ولا ينطق إلا بما تهوى؟ في الختام، الفعل الثقافي في صفاقس عنده جذور وعنده منابع، عنده حاضر وعنده مستقبل. إلى اللقاء.